السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم بغيت نوجد واحد الكريوشات وبغيتكم تشاهدوهم معايا ان شاء الله. وهنا غادي نوجد المقادير ونقول لكم اش نوجد. عندي هنايا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزبدة دايبة، عندي هنايا الماء عادي وغادي نزيد عليه الماء الزهر باش يعطيني داك نص كاس، وعندي هنا خميرة ديال الحلوة وفانا وقريصة ديال الملحة. ها هي غندير كلشي السوائل وكلشي، ديرو الماء ونزيدو الحليب ونزيدو الزبدة. داك الحليب ما كنبغيش نديرو، نخلطوا هادشي كامل مع العناصر كلها، نخلطوها. حيت غادي نقول لكم نص كيلو ولا هذيك، و الا ما جمعوش ليا هادشي غادي عاود ثاني نعطيكم المقادير. اي واحد بغى يدي يصاوب شي حاجه من عاود ثاني ما تديش تقليدو في المقادير. ولي داكشي اللي درت، انا لما جاتنيش مزيانه رانا ما نصورهاش لحقاش، راه الناس كيخسروا الفلوس باش يصوروا يصايبوا الحاجه وتعطيهم المقادير ناقصه حشوم. ها نتوما دابا هنا غيكون كيلو ولا ربع، يكون كيلو ولا ربع اللي جمع ليا ديال الدقيق. باش ملي نكون كنورقها ما تجينيش جاريه عاوتاني ونشكلها، يجيني الشكل ديالها خصو يكون زوين. دابا غنديرها في الميكا فين ما واحد 10 دقائق ونرجع عندها نشكلها. انا غنخليها شويه وغادي نرجع ليها بين ما جمعت هادشي ونرجع ليها نشكلها. وهذه هي العجين ديالنا عاد مرتاحت. ها هي غادي نقطعها هكا تعطي بزاف. دابا بعد ما درتهم كريصات صغيورين ها هما، دابا غنسرحهم بالمدلك علاك، غنسرحهم تيوليو رقاقين. كتقليهم ديك الساعه بغيتي ديري لهم اللوز وكاسي ولا اللوز ايفيلي، ملي دهني لهم العسل ديري لهم من الفوق كيجيو ثاني زوينين. هانتو وكنمشيو معاهم بعد ما سالي لهم التسراح، نمشيو معاهم بحال هكا. زيرهم باش ما يتحلوش. شيونا مقادين
كنلحقوا لهنايا ضروري خصنا نسدو هذا شويه ديال ما زهر، شويه ما زهر. صافي كانوا كنلصقوا به. كيديروا حتى الطحين اللي بغى يدير الطحين. الاخر كنشدو واحد الشيته ولا زيف ولا كلينيكس وكنمسحو منهم هاد المايزينا هي باش ما تبرزطناش في المقله. دابا شوف اش كيبان، دابا كنقطعوهم هاك بغيتهم كبر من هادو راه كديري ثلاثه د الورقات الا بغيتهم كبر من هادو يجيكم، ولكن هما كيجيو زوينين هكا صغار ما نحملهمش انا كبارين. ها هو شو كيجي التوريق ديالو، كنشدو كندير ليه بحال هكا بحال الظهر ديال الموس، كنورك عليهم هكا. فاش كنوركو عليهم كيزيد يعطيك داك التوريق، ومن بعد عاد غادي نوريكم كيفاش غندير ليهم. عاد غادي نخدم بالمدلك. صافي فاش غنسالي ساليهم دابا غادي نسرحهم بالمدلك بحال هكا، نشوي المدلك باش ما يلصقش ليكم فيها. كونوا كديروا ليهم هكا دابا هذيك التوريكه كنزيد ندير ليها هكا بالمدلك، كندير ليها هكا وكنزيد نعاودها هكا. ها هو الشكل ديالها، ما غيبان فيها التوريق حتى غادي يدخل لسميتو المقله. كيجيو زوينين، وكان الناس بكري كيديروهم لمناسبه العيد، كينوضو كيوجدو هاد الكريوشات يصايبوهم للعيد. بعد ما ساليتهم هاهوما قرصتهم راهم رقاقين وما يتلصقو ما والو، مع دابا كاينه مايزينا ما تخليهمش يتلصقو. دابا غادي نسخن المقله ديالي وغادي نمشي نطيبهم، وديك الساعه غنوريكم كيفاش جاو. وهانتوما معانا، واو ما بعد ما درتهم كيتقلاو هاهوما، وهاهوما كيفاش جاو. دابا باقي سخانين، باقي تنشكلهم ان شاء الله ونصايبهم وغادي نشاركهم معاكم. هذا هو الشكل ديال المعسلات، الكريوشات، الرغيفات كما سميتوهم. وهما هادو شو كي كيجي داك التوريق ديالهم، انا درتهم صغيرين ماشي كبارين، وكيجيو مهشهشين من داك الشرفاع كيدوبوا في الفم. شتي كيف دايرين الشكل ديالهم؟ واعر، جاو مهشهشين ومرقين ولذاذين، مع فيهم المذاق ديال الزهر والفاني، جاو واعرين. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، يوصلكم كل جديد. Oh,